مؤتمر لدعم ترشح الرئيس السيسي في ميدان مصطفى محمود، ده اللي هنتكلم عنه في الخبر التالي. في ميدان مصطفى محمود في المهندسين عقدت إحدى الحملات الشعبية مؤتمر لدعم الرئيس السيسي لترشحه لفترة رئاسية تانية لاستكمال مسيرة الإنجازات والإصلاحات، واحنا بنشوف الصور على الهواء مباشرة. خلونا نشوف جزء من هذا المؤتمر. صورنا دي واخده الدكتوراه امبارح. واخده الدكتوراه في موضوع يخصنا، انا عشان كده رحت امبارح احضر مناقشه الرساله. واخده الدكتوراه في ان هي تعالج ازاي نفسيه الاطفال بتحديد الهجوم اي اعطال في الموسيقى. فدي رساله صعبه جدا، بنبارك لها ونقول لها الف الف مبروك. بس احنا خلينا نحاول نقول بس الام الاول وبعدين